الصلة، لأن نجم الليلة الذي نلتقيه يعني في هذا اللقاء اللذيذ هو أستاذنا حاتم دربال القيرواني. حتوما. مرحبا سي عبد المجيد، يعطيك الصحة. بيك سيدي. الحقيقة أنا معناها أنا بدي قاعد نكتشف في شخصيتي. اي وشنية انا الليلة نفكوا عاد توا دخلنا في التحليل. لا انا جوست معناها حبيت نعرف لي سورس معناها بيان سور. مو علاش خاطر انا ثم مائدة جوست مائدة خفية هي اللي تعطي تشكل ملامحنا. احنا رجعنا والله يا اخوي حاتم بالعشرة الطويلة اللي بيناتنا، ومع ذلك ثم حويجات عرفتم الليلة مهمة جدا باش تفهم شخصية الانسان. هذاك انت بربشتهم، انت بربشت عليهم طلعت ضروري. وهذا من حظ المستمعين الاوفياء. هو كذلك. وانا ماك تعرفني راني معناها نرتاح برشا. ما فيش حتى شك، ربي يخليك معاك هو شعور متبادل ذا. خليني سي حاتم نذكر برقم الهاتف الموضوع على الذمه، ربما ثم شكون يسمع فينا ويحب يتفاعل معنا. تتفاعلوا معنا على الخط الهاتفي الموضوع على الذمه 70 035 120، وتابعونا على البوند اف ام 90.3 وعلى اللايف ستريمينج الحياه اف ام .net. كي تدخل الموقع هذا تلقى السهم في اعلى الموقع على اليمين، تنقر على السهم هذا تنجم تتابعنا في كامل انحاء العالم. يلا حتوم ما شاء الله. توا كملنا يا خويا المرحله الابتدائيه وحكايه السيزيام. نعم. توا مش تتعدى وللثانوي، ولقينا في المرحله الابتدائيه نتاعكم ميم حتى فيما قبل المدرسه في الكتاب، خاطر تقول حفظ القران ومشيت للمله. نعم. اذا هي فيها التنغيم وفيها نعم. يعني فيها حوية. وكنت مولعا بالاناشيد المدرسيه. مشينا للثانوي، اشنو صار؟ مشيت للثانوي، نحب نحيي من معناه كي نقول الثانوي. نحب نحيي استاذي سي ثامر طرابلسي الله يذكر بالخير، تحيه ليه. قابلته ماي 2022 في عرض معناها مهرجان الاصيل في صفاقس. نعم. حضر لي وكنت فرحان برشا رغم معناها شح الحضور نتاع اصحابي اللي نعرفهم غادي. ولكن حضوره هو بصراحه غطى على الغيابات، وكان هو استاذي في الثانوي. وأذكره فين الثانوي حاتم؟ في الحصري. كنت في الحصري وقريب تقريبا أقرب لينا نحن قريب مقارنة بال 2 مارس. صحيح. التضامن أقرب لك. أذكره فيما أذكره قريت عند سي عبد العزيز ميلاد عند مدام حمامي ديسا وعند سي ثامر طرابلسي معناها طيلة السنوات. سي عبد العزيز قرر في الحصري. أبهو. أي والله قريت عند صاحبي عبد العزيز، والله ما نعرف التفصيل هذا صدقا يعني. قريت عنده عام 84. أي. قريت عنده. اي فسي ثامر طرابلسي كان يجيني لحصة التربية التشكيلية و يهزني معاه للحصة نتاعو في قسم آخر باش نقرا للتلامذة السولفيج. يخرجك من الحصة التربية التشكيلية. والله يعني انت كنت ما كتلين للنجباء اللي هزهم الاقسام الاخرى. لا باش نقرا معاهم باش نجيبه وراني ما نعرفوش النص. مميز النموذج هكا لا سي حاتم، نعرف متواضع على محاله ما بيصير. لا هو هيك والله، خلينا نسمي الاشياء بمسميات. والله هذا اللي صار والله. وكنت راني كنت وقتها معناها نعرف اصدقائي اللي هما زاد كانوا مغرومين الحقيقه، وبهين زميلتي لميا طرابلسي، زميلي محمد البراق، معناها كنا هكا هذوما اللي نتنافسوا تقريبا سله اي والله. هو كان بصراحه معناها كنا نشيخوا برشا على حصه، ونحن الثلاثه هذوما قرينا عند سيدي زياد العويشاوي اللي نوجه له تحيه ربي يطول في انفاسه زاده. وقتها كنا نلعبوا باسكيت سكولير. ايوه يعني كانت الرياضه انتر كلاس يا حسره. اخذت مني ما اخذا معقولا، ولا نقول نحن معناها محترما الرياضة. كنت قبل نمارس الرياضة وكنت ولوع بالرياضة لين أصل دخلت للشبيبة وقتها في الباسكيت في عمري هذاك سكولير. ثم عدت دخلت للشبيبة باسكيت. نعم. اكشف الأوراق، خلينا الليلة خلينا نحل الدوسي بالصحيح. هيا قول لي عندك بلومبي وباسكاتور
والله مفيد للغاية. فهذه هو بالحق هذه ممارسات الباسكت. خليني نشوف الباسكت. نعم. دائما تجربة الباسكت. ليه والله ما أنا البروموشن. وسيع عبد الحطة بس ما فينا رزق اسم الرياضة ربما مش نديك من قدماء. لا والله هي الباسكت أنا لعبت لعبت مع جبلة الأخوين الرمضاني أنيس وأكرم ولاد سي طاهر الرمضاني بتاع الجغرافيا الله يرحمه. لعبت مع رفيق ربيعي عادل شهيد توا في رفيق اي رفيق لعب هذا هو معناتهم. لعبت مع سمير بودن سمير بودن كان معانا نبيل بن عبد الله ولد الخضراوين معناها هذوما. قديش عديت في الحصري من عام؟ ثلاث سنوات توجهت على اثرها الى معهد عقبه شعبه اداب. واضح من خلال النصوص الموشحات الأندلسية اللي كنت تقرأها من الكغواء سيزياماني هكا ولا الموشحات وجدك الغيث وما شابه وفي الجو ذاك ما لا كنت مغروم معناها بالتنغيم خاطر هذا حكيت لي قبل. تفضل. اي وكنتحقت بعد عقبة تروح عام 87 مباشرة التحقت بنادي الموسيقى هناك سي الهادي الشايب نوجه له زاد تحية استاذنا غادي هو كان لاهي بال هو يقري في الكوليج ولكن هو اللي لاهي بالنادي في المعهد. نعم. ودخلنا وقتها انا كنت زاده في الحفلات مع الشباب المدرسيه سي حاتم نشبت الشباب المدرسيه وقتها شباب المدرسيه المدرسه الكبيره. اي نعم. نثبت وقت عملنا اختتام في مستير عام 89 نثبت عليها بالقديه ما 87 وقت اللي دخلت انا كنت ساعه كل حفل نهايه سنه لابد نغني فيه في الحصري لابد نغني فيه في ماشي نعملوا حفل اخر العام عند استاذ بالطبيعة يكون محبوب عندنا احنا كتلامذه نجيبوا المحلويات والمشروبات ونطلقوا العنان للغناء. كنت انا سوليست معناها عامتها عام 86 و87 كنت مغروم باغنيه غدار للشادي الحاج وقتها جديدة مش اي ما زلت معناها زلت. فاقترحت على سي الهادي الشايب وغنيناها في اختتام الثلاثي الاول عام 87 هذه ولا 88 محلها يعني شفت الحفل المدرسي كان عنده قيمة. اي نعم وقداش اثرنا الذاكرة. اي نعم. الذكريات الجميلة. اي نعم. وكانوا يحضروا كانت احتفالية حقيقية. اي نعم. اي نعم. والله للاسف ان المناسبة هذه تغيب من المدرسة التونسية صدقنا. والله العظيم هو هذا نقول حرام ولا هو يفوتوا على صغيراتنا يفوتوا عليهم فرصة ثمينة للغاية. أيوة. أكثر ما نحس بيه بالحق يعني شفت هالازدواجية في الشعور أنك تتذكر حاجات باهية في نفس الوقت تتألم لغيابها ما عادش تتعاود مؤسف ما عادش موجودة رغم أن معناها ما ثماش علاش ما تتعاودش تو الإمكانيات أفضل. هو هذا هو ما نعرفش احنا والله البارح بركه معناها سؤال يبقى ما تروح صدقا البارح بركه نحكيه مع شكون مسؤول في النشاط الثقافي. اي نعم. على مستوى وزاره معنا وزاره التربيه فحكيوا على يعني الملتقى الوطني للموسيقى بالوسط المدرسي. عندنا تعرف انت نحكي معاك على خاطر انت معناها عشناها يعني نقولوا نحن رمز زادة من رموز التنشيط الثقافي قبلها. هذا هو سي عبد المجيد خدمنا مع بعضنا ما شاء الله ونشوف ما شاء الله وجبت جواز ما شاء الله وهذا معناها كانت القيرون الاولى دون منازع بحيات راسك. لا بفضل جهود الناس الكل بفضل جهود تتعلق همة انت لولا سي حاتم كنت مورد وزملائنا يعني في الفنون بصفه عامه وكانت القيروان صدقا يعني هاك العرس هذاك الموارد الموجوده في القيروان انا اليوم قلتها والله سي حاتم سيدي امس بركه امس في تقييم النتائج في جهه القيروان كانت لي مداخله تعرفش قلت سي حاتم قلت لا تليق بين المرتبه قبل الاخيره او ما فوق العشرين في العلم. والله ناجي نكون الاخرانيين في الاقتصاد ولا في السياسه انا ممكن نقبل اما باش القروان تكون في مرتبه متاخره انا صح. القروان ما نرضلهاش حتى المرتبه الثانيه انا ما نرضلها كان المرتبه الاولى في العالم تعرفش علاش وصرحت بما يلي قلت افضل من افضل الاطارات البشريه من افضل الموارد البشريه من افضل الاساتذه من افضل القيمين من افضل المديرين من افضل عندنا في القيروان عندنا قامات لا تضاهى ولا تقارن كيسكو نو مارشو با
شنية الحلقة المفقودة، شنية العاجلة المفشوشة، ما نعرفش علاش. وتصديق لقولك، وكنت تحكي انت على تجربتك مع المنتخب الموسيقى ومع المهرجانات الكبيرة، كنا على دار ثقافة المهرجان الجهوي، كان 800 مقعد تتعبى في دار ثقافة. نعم. 800 مقعد وهم يذكروا تو سي خميس المسهلي وجماعة الموسيقى على حدود المركب، هذا الجهوي راه خلف الوطني اللي احنا في. كانت ثم الموسيقى على سبيل الذكر سي حاتم، اذا كان الدور على 24 ولاية ترجع لنا بعد 24 سنة في العادة، لكن نحن كنا نأخذها بعد عامين وثلاثة ترجع لنا. صحيح. للخبرة في التنظيم والقيمة المنتخب وكل مراتب الأولى كنا حصدها. صحيح. لا علينا. ألار مشيت أنت مع حكيت قلت لي مع مسؤول في وزارة التربية على الاحتفاليات. لا تلمو اللي الاعتمادات اللي ترصد للمهرجان هذه مهرجان كبير مقارنة بالمسرح ولا التربية التشكيلية بصدقا. صحيح. أنت تعرف والناس كلنا نعرف موسيقى الحقيقة عرس احتفالية. أما العرس هذا عنده ممول. أيه. وتعرف رب الأسرة أنت اللي يظل معنا قاعد الحاج فلان. أيه. عرس ولده ولا عرس بنته. أيه. هو السورس. أيه. هو السورس بتاع القرارات وبتاع الأفعال وبتاع الناطق والمورد والممول. أيه. فماش دونك معناها عش كنت كنت عشتها التجربة ذي أكيد كمعناها كنت معناها على رأس المصلحة الترشيد الثقافي بصدق معناها عشنا ظروف طيبة. علاش مي علاش ما ندعموش الحاجة هذية؟ علاش احنا مرة وكان في الاخر بكل حال وجاء وعرضه وكذا ان شاء الله مو على خاطر احنا بصراحة ترجع المنظومة نتواكلوا برشا الحقيقة علاش اذا كان مش تعطيني انت مثلا مش تعاوني في التنظيم مش تعاوني في اتخاذ القرار مش تعاوني في كل احنا هنا نشخصه صحيح وهذا عشناه كنا حتى في التقييم والجودة. نعم. في 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 جلسة ما وفي معناها إن إحنا هنا شخص هالواحد يعصر في مخه بشي يعطيك زبدة متاع أفكار وبكورة متاع أفكار باهية منتجة معناها تحاكي التطلعات متاعنا لمستقبل أفضل في المجال الثقافي إن شاء الله أفضل الموسيقي. عاوني على الأقل على الأقل بال سي حاتم هي فرصة مورالمون باش نقولوا إن شاء الله مستقبل قروان غدوة خير وديما خير وديما ما أحسن ورهاننا سي حاتم في سيد هذا سيد هي فرصة نحكي وفيها تو القروان بلاد الموسيقيين بلاد الفقهاء بلاد العلماء بلاد الصناعيين بلاد الحرفيين بلاد المفكرين يعني المفكرين موجودين على رش نقوله احنا بصرف نظر شنو قلت كيس كنو مارشا شنو الحاجة مش ماشي شنو مش نقول النداء إلى كل أهلينا في القيروان وضيوفنا في القيروان اللي يخدموا في القروان حتى إيه نعم. من جهات أخرى إيه نعم. أنه كل واحد يؤدي واجبه كما ينبغي بصرف النظر على الهنيات الأخرى وتقصير فلان ولا فلتان. يا أخوي أدي واجبكم الفوق يبدأ بنفسه الإنسان أبدأ بروحك أبدأ بروحك ولا سيسا هات سيدي هات نرجع الحفل المدرسي حتى الحفل هما لسنا ما نسيبكش الحفل المدرسي فكانت أيه. معناها وقتها قلت انت مش نغني اغنيه شادي الحاج اي غدار وقت غدار حاج بعينك أيه. سيف الهذب ممضاه فراق أيه. بيني وبينك الله. يا بنت قولي الواه حلو أيه. النص مزيان وشادي الحاج زاد خرج وقتها عاد ما ابدع فيها وكل غنيه ابدع غايه أبدع. معناها أبدع. في الروعه ماك تعرف مع السن هذاك أيه. كنا معناها مراهقين وكنا طبعاً. نحب وحساسين هذا هو معنى معناها تذوق الفن وتذوق الأدب يلزم يكون عنده هكذا العالم الوجداني الحي النابض ما لشنوة يلزم يكون القلب حي أنا على عكس مثلا ما نسمع من أصحابي وقتها وزملائي من نجمش نستعين في تحضير دروسي بالموسيقى ما نجمش فما شكون اللي يحضر بالموسيقى فما صحيح حط حاجه معنا ناب خاطر انت تسيطر يعني عليك صحيح الموسيقى تفك لي تفك ولا هذاك اللي شارب انت وقتها تحب تراجع واضح يا حاج لا بالحق معنا المقترح الموالي يا حاج المقترح الموالي اننا يعني نسمعوا كوكتيل نسمعوا كوكتيل في مقام الحسين حلو برشا الكوكتيل سودة قتالة هي كيك العاده شويه على النص يا مولات العين سودة قتالة أيه. مضحك والسنين والقد كمالة والله حال جميلة برشا هذه فين قدمتها مع فرقة نواة مع مجموعة نواة مجموعة نواة أداء المطرب حمزة الضاوي حمزة الضاوي حمزة الليلة مش نسمع حمزة يفرج على الشيخ إن شاء الله أي مالة سودة قتالة ربي يفرجوا على الليلة أي إن شاء الله وبعدها هي فاح العنبر فاح
هو كوكتيل كامل مطرز ببعض المقاطع من الملوف هذي على ذكر معناها قل نحن خليها قلوا بصمة متاعي انا يعني ندخل ديما حاجات هكا هي العرض لازم يكون عنده ايدنتيتي عنده الهويه نتاعك البصمه وقتها دخلنا في فيح العنبر فيح شويه هكا تطريز بالملوف يتسمى تطريز او شيح كذا حاجه كيما هكا فوالا وهذا الكوكتيل من ايمن ليجاسيتي هاي تعطينا